أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية الأسبوعية لبوابة أخبار اليوم، ومعنا فيها الكاريكاتير الاقتصادي للفنان سعيد أبو العنين. الشائعات ترفع سعر الدولار لأكثر من 11 جنيه في السوق السوداء. ارتفعت أسعار الدولار بالسوق السوداء بشكل كبير وتراوح معدل الزيادة بين 60 قرشا و70 قرشا، وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري نحو 11.20 قرشا للشراء و11.40 قرشا للبيع. ورجحت مصادر عاملة بسوق الصرف أن سبب الزيادة التاريخية في سعر الدولار وتخطيه للمرة الأولى حاجز 11 جنيه تأتي نتيجة الشائعات التي روجها المضاربين بالعملة الأجنبية باتجاه البنك المركزي المصري تخفيض سعر الجنيه مرة أخرى. 9 مليارات جنيه مكاسب البورصة المصرية في أسبوع. حققت البورصة المصرية مكاسب بلغت نحو 9 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 415.6 مليار جنيه مقابل 406.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.2%. وسجلت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعا جماعيا، وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 4.2% ليبلغ 7781 نقطة. اتحاد الصناعات يطالب بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات. طلب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنويا، وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصرية التي تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصري. أسعار الذهب تقفز 20 جنيها للجرام. ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، وسجلت الزيادة نحو 20 جنيها في سعر الجرام الواحد تأثرا بارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء. وارتفع سعر الذهب عيار 21 ليبلغ نحو 373 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 نحو 320 جنيها للجرام. الإسكان طرح كراسات الشروط 500,000 وحدة سكنية بمكاتب البريد المميكنة. وقعت وزارتي الإسكان والاتصالات اتفاقية تعاون بين كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وبنك التعمير والإسكان والهيئة القومية للبريد لبدء طرح كراسات شروط 500,000 وحدة سكنية بمكاتب البريد المميكنة بكافة محافظات الجمهورية. محكمة النقد تحكم لصالح البنك التجاري في قضية سي آي كابيتال. أزلت محكمة النقد المصرية الستارة على قضية تنفيذ صفقة الاستحواذ على كامل أسهم البنك التجاري الدولي سي آي بي مصر في شركة سي آي كابيتال القابضة، وأصدرت محكمة النقد حكمها لصالح البنك التجاري الدولي والقاضي بإلزام البنك بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم المودعين في شركة سي آي كابيتال. وبهذا الحكم أزال البنك التجاري الدولي أي معوقات تعوق تنفيذ صفقة الاستحواذ على كامل أسهم سي آي بي في شركة سي آي كابيتال القابضة. البنك الأهلي مليار جنيه تمويل المشروعات الصغيرة خلال الشهرين الماضيين. أعلن البنك الأهلي المصري أن حجم قروض المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا التي قام البنك بتمويلها تجاوزت المليار جنيه، إجمالي تمويل 1734 مشروع خلال شهري فبراير ومارس الماضيين وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وزير البترول لا تأثير لأزمة فيرجينيا على الاستثمارات الإيطالية في مصر. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أزمة مقتل فيرجينيا ليس لها تأثير على أعمال شركة إيني الإيطالية واستثماراتها بمصر. وأضاف وزير البترول أن الشركة أبدت ثقتها في القيادة المصرية والإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنها ستكشف عن اكتشاف جديد للغاز في مصر قريبا. اتفاقيتان وعشرة إعلانات نوايا ب 380 ملايين يورو مع فرنسا. وقعت دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاقيتين وعشر إعلانات نوايا بإجمالي تمويل ليبلغ 308 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمصر، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين مصر وألمانيا.
وقع نائب المستشارة الألمانية زيجمار جاريل وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري خلال منتدى الأعمال المصري الألماني. وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ بنهاية العام الماضي نحو 5 مليارات يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر حوالي 6 ملايين يورو. والآن مع الكاريكاتير الاقتصادي للفنان سعيد أوراني. وبعدين بقى في الجدع ده طايح ومبلطح ومحدش قادر يلمه. لا يا اخويا، في شركات الصرافة لما من السوق. للأسف حالته حرجة ولازم له نقل دعم من المصريين في الخارج. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية الأسبوعية، مع وعد بلقاء في الأسبوع القادم. انتظرونا، معاكم شيماء مصطفى.